مرحبا، أنا محمد أرفلي من فتافيت. حابب أشارككم بوصفة رح ترجعني بالذكريات ل 15 سنة لورا. كنت معزوم على بيت رفيقي على الغداء، ووالدته كانت حابة تعرفني على أشهر أكلة أرمنية وهي المانتي. رح نطبق الوصفة سوا، أكيد رح تعجبكم. أول خطوة بتحضير المانتي هو كرات اللحم. عندي 500 جرام من لحم الحمل المفروم، بنضيف فوق 225 جرام من البصل المفروم، نص معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة سبع بهارات، ربع ملعقة صغيرة قرفة، وربع ملعقة صغيرة فلفل أسود. نخلط اللحمة ونقطعها على شكل كرات صغيرة. تشوى كرات اللحم بالفرن على درجة حرارة 200 لمدة 5 دقائق. الخطوة الثانية هي تحضير الصلصة. بستخدم عندي هون صلصة المكرونة من العلالي. رح نضيف صلصة المكرونة العلالي بالطنجرة. بنضيف 1 كوب من مرق اللحم، 2 حص من الثوم مدقوقين، واخر شيء ربع ملعقة صغيرة نعناع يابس. رح اعمل المانتي بمكرونة بدل العجين. عندي هون مكرونة سبيجي من العلالي، واللي هي على شكل شجيرات صغيرة بتشجع الاولاد الصغار لياكلوا الاكلات التقليدية. رح اسلق هلا المكرونة السبيجي بمي مغلية ومملحة لمدة 9 دقائق. منضيف 2 كوب من اللبن، نص كوب كريمة، 1 سن ثوم مدقوق، ورشة ملح حسب الرغبة. نخلط مزيج اللبن ونتركه على نار خفيفة لمدة دقيقتين. منضيف كرات اللحمة المطبوخة فوق صلصة البندورة، ورح نضيف فوقهم المكرونة سبيجي المسلوقة. منقلب المكرونة مع الصلصة، نسكب المكرونة بالصحن، رح نضيف من فوق المكرونة اللبن المفتر، بنزين برشة من السماق، رشة من الصنوبر المحمص، وآخر شيء الفلفل الأحمر الشعر. هاي هي المانتي على طريقتي، صارت جاهزة اللي استخدمت فيها مكرونة سبيجي.